باسم الأب والابن والروح القدس الواحد آمين. من أكثر الشخصيات المحبوبة عند كل الشعب المسيحي اللص اليمين، مش لأن الناس بتحب السرقة أكيد لا، إنما لأنه بيدينا كلنا أمل. الشخصية دي تدينا رجاء وتدينا عشم كبير قوي في ربنا. بالمناسبة هو لم يذكر فعلا في الإنجيل أنه اليمين، عشان ما حدش يسأل في دي، إنما التقليد اللي كانوا تحت الصليب شهادة الشهود قالت كان عن يمين. فمن هنا ولأننا كنيسة تقليدية traditional فبناخد من تقليد، فبقينا نقول اللص اليمين. وطبعا حقيقة ده مش هيغير كتير في مضمون القصة، لأن الحقيقة في ناس ألاقيها زعلانة قوي من حكاية اليمين دي. طب يا حبيبي مش في واحد تاب؟ يعني خلينا في المفيد، تاب وربنا قبله ودخل السماء، خلينا هو ده اللي احنا عاوزين نوصله. لكن هي التقليد قال كده. أنا هتصور هعمل نفسي أنا الحرامي، ما أنا برضو يعني مش بعيد، وإيه هبعت لكم رسائل. يعني اللص اليمين هيبعت لنا من السماء رسائل. ما هو في السماء، احنا موضوعنا مين هيدخل السماء؟ الحرامي ده دخل، فلازم يقول لنا. يعني ما هو فاهم بقى الشغلة، لازم هو بالذات ده أكتر واحد يوصف لنا السماء دي يدخلوها إزاي. تعالوا نسمع رسائل اللص اليمين. الأول نقرأ النص ما كتب عنه في لوقا 23. كان عنوان مكتوب فوقه، فوق صليب المسيح، بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهر قائلا: أولا، مش أولا، ها معلش العربي برضو ساعات يتعبنا، أولا أو أولا يعني إيه؟ هو أنت يا أخي، يعني هي بالمعنى كده، أولا أنت تخاف الله؟ هو أنت ما بتخافش ربنا حتى دلوقتي؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل جزينا، بعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. كلكم عارفين أنه أي حد دخل الفردوس طالع منه على الملكوت بعد يوم القيامة. فخلاص فردوس النعيم ده هو منتهى أملنا حاليا. يعني لما ندعي لبعض ربنا يوصلنا بالفردوس، لأن الملكوت هيبدأ يوم القيامة، لكن الفردوس هو مكان الأبرار دلوقتي. فاللي دخل الفردوس خلاص عرف أنه في الملكوت الأبد. أول رسالة ممكن أتصور اللص اليمين يقولها لنا، هيقول لنا ما تجاروش اللي بيرفضوا الإيمان. الراجل ده كان حواليه مين؟ بصوا حاولوا تتخيلوا المنظر، المسيح متعلق، حواليه حرامي هنا وحرامي هنا، تحتيه أغلبهم مين؟ يا رومان مفتريين ويا يهود ضد المسيح. ما فيش عيني غير من العذراء ويوحنا الحبيب، ويمكن معها إيه سلومي أو حد، لكن المنظر كل اللي حوالين المسيح ضده. كل دول مش مصدقين ان ده ملك، حتى بيتريقوا على اليافطة. اليافطة دي اصر بيلاطس يحطها، راحوا اعترضوا عليه، قالوا له هو اللي قال انا ملك اليهود، قال لهم اللي كتبته كتبته خلاص. فهم حتى اليافطة بيتريقوا عليه. حاسب لاننا في عالمنا اللي حواليك اغلبهم مش هيصدقوا. لو انت من الشخصيات اللي بتجاري بتعوم على عوم الناس، هتضيع في الاخر، لان اللص الشمال ويمكن يكون صديق اللص اليمين محدش عارف، هيكون عمال يقول يعني لو كنت المسيح ما تعمل لك حاجة، وبيتريق يجدف، يعني هنا يسخر او يتريق. حسبه لان المنطق البشري ناقص. يعني ايه؟ هو اللص الشمال، هنخلي سامي الشمال، افترض بما انك لو كنت المسيح طب ما تريحني. خلي بالكوا ده السؤال اللي احنا بنتسأله ساعات من المتشككين، وهو لو المسيح بيحبك ما شافكش ليه؟ ما ريحكش ليه؟ ما سمعش صلاتك ونزلك من على الصليب ليه؟ مبسوط انك تتعذب؟ يبقى اكيد ده مش ربنا.
خلي بالكوا ده المنطق البشري الناقص اللي بيضلل ناس كتير. في الوقت اللي المسيح لازم يكمل الفداء عشان يقفل الجحيم في وشك، موضوع أكبر كتير من مرض يخف ولا عمر يطول حتى، ده موضوع أخطر. حاجة تانية هنا، احذر السخرية من الأمور الإلهية. بعض الناس بتتريق في الأمور اللاهوتية. في الزمن ده لص الشمال كان بيتريق والناس قاعدة تتريق، وفعلا حتى اللي تحت رجلين المسيح اللي كانوا أول ما قال إيلوي إيلوي لما شبقتني، قالوا ما تستنوا لما نشوف يمكن إيليا يجيله. أنتوا بتتريقوا على ربنا؟ حسبوا لنكون التهريج الزيادة بياخدنا حتى في الحتة دي. كمان رسالة تانية يقولها اللص اليمين، ما تبصش لمصلحتك الأرضية، بص للأخطر من كده. لأن اللص اليمين كانت مصلحته لو المسيح ده قادر ينزله من على الخشبة ويخليه يهرب، بس اللص اليمين بضمير ما تعرفش جابه منين اهتم بحاجة أكتر كتير من إنه يعيش تاني. كفاية على العيش، خلاص أنا أستاهل أموت، ما أنا مجرم فعلا، بس بدل في حياة أبدية في ملكوت، أنا عاوز الملكوت ده. عشان كده لسه هنقول الإيمان والتوبة والحاجات. بس هو بيقول لك رسالة مهمة، ما تركزش زيادة في مصلحتك الأرضية، هتخليك تضيع عليك مصلحتك الأبدية. لو شغلت ربنا يعمل لك فلوس ويحل لك مشاكلك، انت خسرت ربنا اللي بيحضر لك السماء. لأن اللص الشمال كان عاوز ربنا يشتغله في الحتة اللي هو عاوزها، انقذنا خلصنا، لو انت المسيح خلصنا من اللي احنا فيه دلوقتي، يا ابني ده انا بخلصك من هلاك أبدي أخطر كتير من الصليب اللي انت عليه. تاني رسالة ممكن يقولها اللص اليمين، انا هدعي ان انا بقلده يعني، لا يفارقك خوف الله مهما غلط. الراجل ده قال كلمة جميلة جدا، قال له هو اول لا انت تخاف الله. هو انت ما بتخافش ربنا حتى واحنا بنموت؟ زعق في صاحبه قال له خلي عندك شوية خوف شوية دم، احنا بنموت وهيخلص العمر، اذا كنا ما خفناش ربنا طول حياتنا مفروض نخافه دلوقتي. فهو ببساطة قال حكمة جميلة جدا، انه حتى لو حياتك كلها شر ده مش معناه انك ما عندكش خوف. الحق امسك في خوف مقدس ولو اخر عمرك. الراجل ده سيرته وحشة، ما نعرفش بقى قتل ولا سرق ولا زنى ولا عمل كل حاجة يجوز، وده مش مهم في حد ذاته، بس الراجل ده كان عنده خوف من الله او خوف مقدس في اخر دقايق من عمره، ده دخله الفردوس. لدرجة انه كان بيقول لصاحبه يا اخي اختشي ربنا، يا اخي خاف ربنا ده احنا بنموت. فيبقى دي رسالة مهمة، انه خوف ربنا بيعدلك، بيقلب الموازين، بيفرق جدا عند ربنا. هنا لا تخاف الناس اكثر من الله. مشكلة مسيحيين كتير قوي يعملوا حساب للناس اكتر ما يعملوا حساب لربنا، ان يعوموا على عوم الناس يرضوا الناس، الناس تحب تعمل كده نعمل كده، طب ربنا ما بيحبش معلش. لا، اللص اليمين مشي عكس الطيار. خلي بالكوا الطيار كله في اللحظات دي ومن العدرة غلبانة بتعيط وسكت، ويوحنا الحبيب ما بينطقش. الطيار كله ايه؟ تريقة على المسيح وسخرية وبص له ده المجرم، وان كان رومان ولا يهود ولا لص شمال، كل الطيار ضد المسيح. ده ما مشيش مع الطيار لان خوف ربنا خلاه يقول الله هو دي اخلاق حرامية، انا حرامي وفاهم دي مش اخلاق حرامية طبعا، وبعدين انا عارف اليهود وحركاتهم دول بيخلصوا منه لانه ده كويس، وهم اللي دي طريقة اليهود طبعا. فهو الحرامية كانوا فاهمين انه ده بريء اكيد، لان لا يعرفوه من كار الحرامية ولا دي اخلاق حرامية ولا اللي بيحصل لما الضلمة حصلت. خلي بالكوا الضلمة حصلت في الوقت ده، فدي كانت رسالة لكل الموجودين، هو ده طبيعي اللي بيحصل، بس ما حدش عاوز يفهم. اللص اليمين ابتدى يستوعب، تذكر الموت القريب فتخاف. انا بدعي ان اللص اليمين بيقول لنا حاجة دلوقتي من الفردوس، بيقول لك بص حبيبي لو حياتك زي حياتي كلها غلط ما تيأس، لانك لو خفت ربنا هتتصلح،
هتنقذ موقفك. وعشان تخاف ربنا افتكر ان الموت مش بعيد، ان اللي فاضل مش كتير من العمر، عشان لما تخاف تقول زي حالاتي اذكرني يا رب، هذه حاجة كويسة تدخلك السم. ماضيك لا يمنع بالضرورة خوف الله. ما تتصوروش ان الشخص اللي حياته كلها خطية ده واحد لا يمكن يخاف ربنا، لا، في ناس بتخاف ربنا مع انه كانت حياتها كلها وحش، وفي ناس تبقى ماشية مع ربنا وخوف ربنا يسيبها في الاخر. العكس يعني، اخيرون يكونون اولون واولون يكونون اخيرين. فما تقولش انا طول عمري قلبي جامد ومش ما بخافش ربنا ولا عامل له اعتبار، ده ما يمنعش انك تلحق على اخر عمرك تخاف ربنا. رسالة اخرى، اشهد للحق وما تخافش. زي هيعملوا فيك ايه اكتر من كده؟ اللص اليمين ده قال اللي محدش قدر يقوله في اخر 10 ساعات. خلي بالكوا وقت محاكمة المسيح مين وقف؟ ولا واحد. محدش كان يستجرأ، لان اليهود طبخنها ودول مجرمين هيلبسوا اي حد تهمة، فمحدش دافع عن المسيح. وربنا يسوع نفسه كان ساكت في المحاكمة اغلب الوقت، بس لما زودها بيلاطس شوية اداله كلمتين كده فوقه، لكن اغلب الوقت عمال يستلقى تهم كدابة وساكت. الدفاع الوحيد، المحامي المحترم الوحيد في اخر 10 ساعات من اول جسيماني لغاية ما مات المسيح كان الراجل ده. عشان في ناس بتقول ما عملش حاجة عدلة، ازاي ما عملش؟ ده الوحيد اللي دافع عن المسيح بمنطق، شهد له، لانه قال له، قال للص التاني ايه؟ نحن بعدل ما فيش جزئين. المهم لاننا ننال استحقاق، هي ضمنيا نحن بعدل نجازى، يعني ننال استحقاق ما فعلنا. وده طبعا يعتبر اعتراف، خلي بالكم، يعني الرجل اعترف ضمنيا انا بموت بسبب اللي انا عملته، يعني انا عملت حاجات تخليني اخد اعدام. احكي لكم حكايه خفف بيها وطئه الجو. بس مره كنت ايه في السجن بزور، يعني مش قاعد على طول، جالي واحد قال لي انا واخد تابيده، اهلا وسهلا تشرفنا، فقال لي على فكره انا مظلوم، اما ملبسني قضيه قتل بس مش انا اللي قتلت. قلت له ربنا معاك. قال لي بس انا قتلت واحد تاني وهم ما يعرفوش، فانا مش مظلوم قوي. كان من الطف الاعترافات اللي استمعتها يعني. وحكى لي قصة قتل من زمان، عمل قتل فعلا. فقال لي انا مستغرب ربنا ان القصة الاولانية عدت وقعدت سنين برا ومحدش عارف ان انا قتلت، والبس تهمة واقعد اقول انا مظلوم، بس على فكرة هبطل اقول ان انا مظلوم. فهنا الراجل ده قال احنا بعدل، يعني هو مقتنع ان جرائمه توصله للصليب. فدي لوحدها فضيلة، خلي بالكم لما الواحد فينا يقول له يا رب انا موافق، يعني انا مقتنع ان اللي عملته ما يدخلنيش السماء. كويس انك تحكم على نفسك، دي لوحدها حاجة تعجب ربنا. ده مش معناه انك هياخد على كلامك، ما تخافش، بس انت بتقول له انا بعدل استاهل، لو جربتني ولا ادبتني انا مش هفلفق، مش هرفص واقول لك لا تو ماتش انت ظالم، لا لا انا عارف. وبعدين قال له لكن ده طبعا ما يقدرش يشاور لانه ايديه متربطه، لم يفعل شيئا ليس في محله. شوفوا بقى الكلمه الحلوه دي، شهاده حق، يعني الوحيد اللي قال مظلوم بس مش عن نفسه، قال ده ظلم ومش عن نفسه، على المسيح. يبقى حبه ويبقى بيدافع عنه ويبقى شاهد للحق في موقف كانت صعبة جدا الشهادة للحق. بس هو نظام هيعملوا فيك اكتر من اللي انت فيه، ما هي موتة بموتة. شفتوا الشجاعة؟ فاللص اليمين في حتة جميلة، فبيقول لنا رسالة، متخافوش من الناس، قولوا كلمة حق، هيعملوا فيكوا الناس، هنموت هنموت وحصل بعض. خلي ضميرك يحكمك، ما تمشيش مع التيار. زي ما قلنا انت مش ربنا اللي بيظلمك، لو حصل اي متاعب في حياتك انت اللي ظلمت نفسك. قول زي الرجل المحترم ده، احنا بعدل ننال ما استحققنا.
لكن هو ما عملش حاجة غلط. رسالة أخرى من السم من اللص اليمين: اعترف بخطأك سرا أو جهرا، بس اعترف، لأنه حكاية احنا بعدل دي رسالة لنا. كأن اللص اليمين لما بيلاقينا بنمثل على بعض وبنغطي على أخطائنا وبنتجمل يبصلنا كده يقول ما هو ده بقى راجل صريح بزيادة، فيقول انتوا بتعملوا كده ليه؟ بتتجملوا ليه؟ ما احنا كلنا وحشين يعني، وفي حد كويس؟ مفيش داعي نتجمل، خلينا نقول كلنا وحشين وخلاص، كلنا حرامية، ما احناش يعني ما حدش فينا عدل. احكم يا اخي، ده شعار عند الرهبان القدامي، يقول احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك. اعترف على الاقل بعدم استحقاقك عشان تحسب مستحقا. يعني لما انت بتقول انا ما استاهلش ادخل السماء، ربنا يقول دخلوه. طب لو قلت انا استاهل ادخل السماء، لا ده انت حرامي ومش هيدخلوك بقى، يعني حرامي وشايف روحك كمان. لكن لما الواحد يقول له انا ما استاهلش، يقول له طب تعال يا ابني معلش. يبقى مجرد ان اعترافنا الدائم ان انا ما استاهلش يا رب، كويس، دي كلمة جميلة عند ربنا. رسالة اخرى من اللص اليمين: استفيد من الدقائق المتاحة. الراجل ده كان ممكن على الاقل اليأس يغلبه، يعني لو ما عملش زي التاني المفتري اللي قاعد يتريق في الوقت ده كان هيقعد يستنى الموت وخلاص. لكن ده عمل حاجة جميلة جدا، في اخر دقايق غير اتجاهه، قال كلمة حق، اعترف انه غلطان وشاهد للمسيح، وبعدين قال له اذكرني لو يعني عاوز تذكرني، هو مش ضامن حاجة. بس اذا هو عمل استفادة من ما بقى من عمره. طب مش دي رسالة مهمة بيقولها لنا؟ يا جماعة الحقوا، استفيدوا من اللي فاضل من العمر. تستفيد توبة كويس، تستفيد عمل خير كويس، تستفيد تشهد للمظلومين كويس، استفيد. لأنه وانس خلاص غمضت عينيك مش هتعمل حاجة تاني، فالحق اطلع بحاجة. لا تيأس أبدا مهما تأخر الوقت. أهم رسالة في اللص اليمين دايما هي رسالة الرجاء، بيدينا أمل كلنا إن ربنا فعلا طيب قوي. إنه جملة واحدة تدخل السماء، ياه ده دي حاجة تفتح النفس، وفي آخر دقايق. بس ما تعشمش في آخر دقايق لحسن إيه ما تعرفهمش، هو كان عارفهم بس أنت لا ما تضمنش، فمن دلوقتي اعتبر كل دقيقة هي آخر دقيقة بقى. النفس اللي فاضل خليه يستحق الصلاة، لو فاضل نفس واحد، لو فاضل دقيقة واحدة يبقى دي مجال صلاة، لو فاضل يوم واحد في عمرك يبقى ده بتاع اذكرني يا رب. يبقى كل يوم في العمر هو مجال ان الواحد ينادي ويطلب رحمة ربنا. كمان الراجل ده خلي بالكو كان متعذب، منظر الصليب ده مؤلم جدا، حتى لو ما كانش متصمر زي المسيح، لان الايقونات القديمة بتعملهم مربوطين، وما تعذبوش زي ما تعذب المسيح، فالمسيح مات بدري، انما هم كسروا ركابهم عشان يتخنقوا. بس بغض النظر ده في وجع شديد جدا انك تبقى متعلق كده بطريقة مش طبيعية، مش كده؟ ففي رسالة تاني، ما تقعدش تقول اي وخلاص، قول مع اي ارحمني يا رب، اذكرني يا رب، تخطى الالم بتاع اللحظة وابحث عن الخلاص الابدي. اطلع بره الوجع، اعلى شوية، اي دي مش هتجيب لك نتيجة، اوكي كلنا بنقولها، بس يا ريتك تتخطاها وتلحق تطلع بفايدة. رسالة اخرى: ما تخافش. طبعا لما المسيح رد عليه ده، دي حاجة مطمئنة جدا، وقالها له بسلطة الملك: اليوم تكون معي في الفردوس. انما ما تخافش، لانك حتى لو هتموت انت بتموت مع المسيح. في ناس مسيحيين لسه بيخافوا من الموت، هي اي موتة دلوقتي هي شركة في موت المسيح، مش المسيح مات. الموت ده حاجة مجهولة ومخيفة، بس لما المسيح دخل عليه بقى مستني كل واحد على باب الموت، فأي واحد من ولاده داخل يموت يبص للمسيح يقول له دي بقت فسحة، ما بقتش حاجة تخوف، إن كنا نموت معه نقوم أيضا معه. فإحنا ما بقيناش بنموت لوحدنا كمسيحيين،
احنا بنموت في المسيح، بنموت مع المسيح، والموت ده ما يجيش جنب المسيح حاجة، بيترعب منه. فاللص اليمين داخل على الموت مطمن، ليه؟ لأنه بيموت معاه حرفيا بقى. واحنا بالتالي في رسالة جميلة، المسيح بيموت معاك عشان يقوم معاك، بيموت جنبك، فما تخافش البعبع بتاع الموت ده مش هيعمل لك حاجة، لأنه بيترعب من المسيح اللي معاك. فبالتالي غمض عينك وما تخافش من الموت. كأننا بنقول حضور المسيح أو حضور الله أقوى من سلطان الموت. كأن اللص اليمين بيقول لنا رسالة، ياكوا تخافوا من الموت، ده طلع تافه جدا بس في حضور المسيح، مرعب جدا من غير المسيح. وإيه زي ما وصف واحد من القديسين، حية سحبوا منها السم فبقت تلعب بيها، أي عيل يمسكها يلعب بيها كده زي الحبل، لأنه شالوا منها السم، فما تخافش منه خلاص، ده لعبة يعني. كمان ما تخافش لأنه بيحبك قوي وعاوز خلاصك لآخر العمر. كل القديسين علقوا أنه كان صعب جدا على المسيح فيزيكالي أنه ينطق ويتكلم مع كمية النزيف اللي حصلت ومع اللحظات الأخيرة، إنما خد نفسه عشان يقول للص ده الكلمة الحلوة، اليوم تكون معي في الفردوس. الرسالة المهمة اللص اللي بيقولها، اصرخ بطلب الرحمة، ما تضيعش وقتك، ما تحكيش مع الناس كتير، الناس ما بيفهموش، الناس تضيع وقت، خليك في المفيد. لو عندك جملة تقولها، يا تقول ارحمني يا تقول اذكرني، بس خليك ناصح، استفيد بالدقايق، استفيد بالعمر. اصرخ بطلب الرحمة، ما تصدقش كذبة الشيطان انك مرفوض، ما تصدقش اللي بيقولوه الناس انك مجرد حرامي واللي زيك ملوش سما، ده كلام الناس، بس كلام المسيح غير كده. الحرامية ليهم مكان في السما وكل الاشكال، فما تصدقش الكذبة دي، صدق صاحب السما اللي بيقول لك لا ليك مكان. طبعا الملك هو الوحيد اللي له حق العفو، عجبني الفكرة دي لما قريت عنها. هو اللص اليمين جاب الجملة بتاعته منين؟ هو لما شاف اليافطة ملك ملك ملك، يوناني وعبري وروماني، ملك. الملك في قوانين وعرف البشر عنده قرار عفو مطلق، يعني في زمانهم بالذات ممكن يتخطى القوانين، تفهمين الحتة دي؟ يعني ممكن واحد ياخد تأبيدة، بس مثلا لو احنا عايشين في عصر ملكي الملك يشطب على القرار، هو حر. فهو عشم في دي، مش انت ملك وليك ملكوت، بص بقى ممكن اطلب حاجة، عاوز عفو كامل. فقال له خلاص عفو كامل، كأنه بص له لو سمحت ما تبص. خلي بالكم في الاول كان بيبص على اليهود وبيبص على الرومان وبيبص على الجدع التاني، واحنا دي مشكلتنا، ان احنا قاعدين نضيع وقتنا نبص على يا ناس زينا، يا ناس بيخوفونا، يا ناس بصوتهم عالي. يا عم خليك في المفيد، انت معاك اللي يقدر يقول براءة، فخليك مركز. فهو لما ركز في الاخر مع المسيح كسب كل حاجة. كأنه بيقول لنا صدق انه ملك، وعشان كده يقدر يبقى عنده ملكوت. تلاحظوا احنا في اللحن بتاع يوم الجمعة الكبيرة، واذكرني يا رب، وبعدين اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس، لانه واحنا الشعب بقى بيبقى بيقولها من قلبه قوي، كله حرامية بقى، فايه يعني طلع من قلبهم او كلنا حاطين نفسنا مطرح، يعني كفاية ارض خلاص، هتروح الارض، تعلق بالملك الابدي، اعترف باسمه. لانه مجرد ما ندع على المسيح، المسيح قال له معاك، لما قال له يا رب قال له حاضر يا حبيبي خلاص. ما تطلبش العمر، اطلب السم. كان اللص اليمين، اللص الشمال كان بيطلب مزيد من العمر، كان عاوز يعيش. اللص اليمين ما طلبش عمر زيادة، ودي شطارة اي مسيحي، ربنا يديكم كلكم طولة العمر، بس ما تطلبوش العمر، اطلبوا السم، خليكوا واعيين. مش لازم يا رب تطول في عمري، بس لازم تدخلني السم، يبقى ده اتفاقك مع ربنا. فهنا الراجل طلع الناصح، قال له انا مش عاوز عمر تاني، انا عارف ان في ايدك كل حاجة، لكن انا كفرت بالطلبات الارضية، كفاية عليا،
أنا عاوز طلب واحد سماوي وبطل يكلم مع الناس. آخر رسالة بجد، لا تكف عن الصلاة بكلمة اذكرني. طلع إن في كلمات كده تفرق قوي عند ربنا. وعلى فكرة كلمة اذكرني دي فيها تواضع، يعني إيه؟ أنا ما استاهلش تفتكرني، بس افتكرني، افتكرني لما يجي عالم تاني وملكوت آخر، اذكرني. فما قالوش أذكرك، خلي بالكوا الإجابة طلعت أعلى كتير من التوقعات، قال له النهاردة. ده عكس بقى كل الصلوات، أغلب الصلوات تقول له عاوز حاجة النهاردة يقول لك بعدين. الطلب ده بالذات تقول له لما يجي ملكوتك تفتكرني، قال له النهاردة. خلي بالكوا، يبقى طلب الملكوت تاخده النهاردة، طلب الأرضيات يمكن ما تاخدوش أو تاخده بكرة. فأنا ما تبطلش تقول اذكرني لغاية ما يرد عليك ويقول لك تبقى معايا يا ابني في الفردوس، يبقى تبقى مطمن كده. أكيد اللص اليمين ده مات موتة حلوة، يعني بعدها ما كانش منزعج على الأقل، ولا بيتخانق ولا بيشتم زي التاني، لأنه سمع أحلى كلمة ممكن الواحد يسمعها، اليوم تكون معي في الفردوس لإلهنا كل مجد وكرامة.